نتحدث عن صراع القلب والعقل، وضيفتنا في الاستديو الدكتورة هبة عرنوس، دكتورة في الصحة النفسية والإرشاد النفسي. مساء الخير ويا مرحبا بك. يا رب مساء الأنوار. حياك الله. مساء الخير يا رب. طبعا بداية دكتورة، سمعتي البداية أن الصراع بين القلب والعقل هذا الكل يمر فيه. صحيح. فخبرينا شو السالفة وكيف الإنسان يقدر يتعايش مع هالموضوع وكيف يأخذ قراراته. تماما. موضوع الصراع بين العقل والقلب، يعني كان لهم قلوب يعقلون بها. جميل. قديش نحن عنا القلب يعقل؟ هل القلب يعقل؟ لما عملوا عمليات، أول ما صارت عمليات نقدر فيها نزرع زراعة القلب لأشخاص آخرين، فاكتشفوا ضمن هي زراعات القلب أنه الشخص الآخر بدأ يحب أو بدأ يخاف من الأشياء اللي كان يخاف منها أو يحبها الشخص اللي مزروع القلب لإله. فبالتالي معناته نحن في عنا خلايا عصبية موجودة ضمن القلب، هي إلى الآن جارية الأبحاث وجارية الدراسة. فمعناته أنا بفكر بقلبي، طيب قلبي هو جوات عقلي ولا عقلي جوات قلبي؟ إذا أنا بدي إيجي يفكر بهي المعضلة، خليني أنا أشبه لك إياها بالفرس والفارس. جميل. إذا كان الفرس أصيل وممتاز ومروض ورائع وبيمشي تمام، والفارس أي أحد هو ماشي على هي الفرس، طيب هل ممكن أنه يعرف هو يقودها لهي الفرس؟ أكيد صوبة. لا. طيب إذا أخذنا العكس، الفرس هي أي شيء، أي كائن موجود هو ما لا يعتبر لا نوع مدرب ولا نوع مروض، والفارس أروع، فارس مدرب ومتقن، هل هو يستطيع قيادتها؟ معناتها هي عملية تكامل بين الفرس والفارس، بين العقل والقلب. لا يمكن إطلاقا أني أنا رجح، هذا الصراع موجود، هو صراع أزلي، ولكن لا يمكن رجح كفة معينة على كفة وقال لك خلص خذ قرارك بعقلك وامشي، خذ قرارك بقلبك وامشي. كان اليوم ومبارح عندي ورشة تدريبية لأهم المؤسسات اللي هي مجلس تنمية الأسرة. القائم عليه ضمن الشارقة، القائمين عليه هن كان بدهم فكرة اتخاذ القرار، كيف أنا بدي أعلم موظفيني ياخذوا هذا القرار. جميل. فكان ضمن هي الورشة حكينا عن قدي نحن منقدر نتخذ قرارات تكون أساسية مبنية رقم واحد على التخطيط. حيقولوا لي أو مثل ما كان عم يظهر، طب بدك نحن بقلب الأزمة كان هي إدارة الأزمات واتخاذ القرارات، بدك أنت بإدارة الأزمة نحن نتخذ قرار؟ قلت لهم قدي الموضوع متعلق بشيء اسمه هرمي النفس البشرية، اللي هو بيتوقف بين يعني عنا جزء العقل هيك إذا نسميه، القلب، الشهوة والرغبة. كم واحد فينا تزوج لأجل الشهوة فقط وندم على قراره؟ كم واحد فينا أو كم شخص من الشباب سافروا لمجرد رغبة أنه على أساس يطلع تحت سلطة الأب؟ أنا عندي سؤال ممكن يكون قوي جدا. تمام. أنت تكلمتي عن موضوع القرارات المصيرية، لو أقدر أعرف منك في القرارات المصيرية والأزمات مثل ما قلتي، القلب ولا العقل؟ شوف انت فتت على الخط المفصلي بالموضوع. الخط المفصلي بالموضوع القرار المصيري. سبق بلقاء سابق حكيت عن نقطة قد ايه انا لما بيكون في عنا اللقاء الارتباط هو لقاء مصيري، هو قرار مصيري. لما انا بدي ارتبط بشخص معين انا بدي كفي معه حياتي. طب هذا القرار اللي بدي انا اتخذه قبل ما فوت لناحية التعلق ولا قبل ما فوت لناحية التعلق؟ هل انت لما بتشوفي زميل لإلك ضمن العمل بالجامعة بخاطب معين إجا، لما أنت بتشوفيه بتعملي له سكان وبتعملي له أنت دراسة، هل قلبك هو اللي بيعمل الدراسة ولا هل هو عقلك اللي بيعمل الدراسة؟ بناء على معاييركم، بناء على معاييري أنا بعمل هاي الدراسة فورا للنظرة الأولى، بعمل دراسة. ما نحن دائما المشكلة بالقرار هي ما بتجي عند النظرة الأولى، ما هي الفكرة بالقرار بتجي عند النظرة 5 أو 10، لأنه هون خلاص بلش يدق القلب وبلشت تتنازل عن معايير كانت بالنسبة لي معايير أساسية جدا مهمة. هي إذا كنت عم بحكي عن قرار مصيري، قرار مصيري بخص موضوع السفر، بخص موضوع تغيير العمل على سبيل المثال بمؤسسة اللي أنا عم بعمل فيها. طيب هذا القرار اللي أنا بدي أقوم عليه، حقول لك شيء في رباعية. أول شيء أعرف. جميل. لازم أول شيء تعرف. ثاني شيء لازم تعترف. حلو. ثالث شيء لازم تقرر. رابع شيء لازم تكرر. شو معنات هذا الكلام؟ كرر هال اللي صار. أول شيء بدي أعرف هي الجهة اللي قدامي بناء على شو أنا عم بتعامل معها.
إذا كنت أنا مخطئ بقرار، مخطئ بخطوة عملتها، أنا أعترف إني أنا عملت هذا الموضوع. طيب قرر شو بدك تساوي، قرر أنت شو بدك تعمل. أغلب الدراسات الحديثة عم تقول مو 21 يوم بدي لحتى أمتلك عادة جديدة. في أشخاص بيقول لك أنا بيوم أو بقرار أنا أفتح عادة التدخين. صحيح. الرابع كرر هذا العملية لحتى تصير آلية تفكير بالعقل اللاواعي عندك. نعم. تصير عندك يا استراتيجية بالتفكير واستراتيجية بالتغيير بكل شيء. نعم. فأنا بقراري إذا أنا بدي أخذ هذا القرار، أول شيء خليني أعرف نحن مرحلة المعرفة بالنسبة لنا نحن فورا عم نفوت فيها. أنا بحبه بس يا الله ما معه مصاري. نعم. لكن دكتورة في شغلة بخصوص، بالتأكيد بخصوص هذا الموضوع، القرار هو مو بهين يعني، خاصة لما تتدخل المشاعر. فأكيد يوم يوصل الإنسان لهذه المرحلة أنه هو حاير، عقلي قلبي شو أختار شو أسوي، في صراع ممكن يأثر على نفسيته. هل هذا الشيء ممكن يؤدي إلى القلق، اكتئاب؟ ما أعرف، هل يؤدي إلى أمراض نفسية لربما، لأنه حاير يعني بالتأكيد مش عارف شو يختار في النهاية. تماما. موضوع القرار إذا أنا بداية كان في موضوع المشاعر فيه هي القائد، فأنا سمحت لك كل مشاعر التوتر والإحباط والخذلان، وإذا بدي زيدك من الشعر بيت النساء عندهم قدرة بأنهم يساوي سيناريوهات وأحداث مستقبلية وجزء شي 20 مسلسل ضمن عقلهم لا الشيء اللي ممكن هو لسه ما صار، بس لمجرد أنه هن بس حركوا هذا الموضوع تحليل. تماما فقط يعني بهي النقطة. هلأ يعني هي ما بدي أنا النساء يزعلوا منا، جايتكم أنتوا الرجال حنحكي تمام حلو. انا كنت يمكن الموضوع عندهم بس فحنحكي نحن عنكم انتم الرجال. الرجال بهي النقطه لما بيوصل بموضوع بيقول لك الحكم فخذي رجل يحكم. ليش؟ طب ما في رجال، احنا شاطرين يا شباب. طيب ما في رجال نسبه الانوثه عندهم عاليه قد يفكروا بقلبهم أكثر من عقلهم؟ إذا نحن بدنا نفكر بالموضوع إنه نحن بدنا حكمين نساء وحكم رجل، تمام؟ نعم. طيب كم نسبة الذكورة عند المرأة؟ حنفصل أكثر. في نسبة ذكورة عند النساء ونسبة أنوثة عند النساء ونسبة أنوثة عند الرجال ونسبة نعم. ذكورة عند الرجال. نعم. تمام. هل رب العالمين وزعهم بشكل متساوي، ولكن العوامل المكتسبة وعوامل البيئة إما بتساعد هي المرأة على أنه روحي على الشغل ولا ما في مشكلة وردي جواب وتأخري، فبتنصير عندها عوامل الذكورة بترتفع أعلى. فبتجي أنه بتلاقيها بتجي بتحسي أنه أنت ما عم تتعاملي مع أنثى، فبالتالي بتجي بتقلك بلا قلب بلا لخبيط، شوف مصلحتي وين، وين اللي بيجيب لي مصاري أكثر أنا بروح. منشوف هاي العقلية عن بعض النساء. نعم. رجل عايش مع زوجة ما نقدران يتحملها، ما فيها صفات تقدر إنه يكفي معاها هي المعيشة الزوجية. ما أنا أم ناجحة ولكن بيقلك بحبها، قلبي حبها. طيب هذا الصراع اللي هو عايش بيناته، هو مو قلبه هلأ اللي عم يحكمه لما قلك أنا بس بحبها، ما ممكن أتأقلم مع مرأة غيرها على كل عيوبها. نعم. ممكن أتأقلم. مو منشوف نحن قبل اثنين منقول ما بعرف كيف متفاهمين. نعم. انتم ما بعرف، الله يعينك عليه، هو بيقول لك الله يعينك عليه. فالفكره بالموضوع نحن لما بنشوفه تمام، الفكره انه هو قد تكون عنده نسبه الانوثه مرتفعه، ولكن هذا مو معيب، لانه نحن بقلبنا لما نحن بنفكر بهي الطريقه، ولما خلي انا قلبي فيه له جزء من التحكيم ولكن ليس الجزء الاعظم، الاثر يعني نستدل عليه بالمؤثر يعني. نعم. الأقدام تدل على المسير. صحيح. فأنا كيف بقدر أتعرف على وجود آليات عمل عقلي على أرض الواقع وآليات من خلال أحداث عم تصير بشكل يومي. أنا هلأ لمست هاي الطاولة، رأيتكم بعيني، هاي حواسي الخمسة عم بدرك فيها كل شيء، معارف. صحيح. من أمامي. طيب العقل آلياته هل هي مرئية؟ هي ما أنا مرئية، ولكن أثرها على أرض الواقع هي تدل على المؤثر. فمعناتها الموضوع إدي له علاقة بالنضج. نعم. كم وكم من القرارات سمعناها من يافعين أعمار 17 و18 كان بالنسبة له هذا القرار أنه أنت كيف خطر ببالك؟ أنا لما كنت بعمرك ما كنت فكر بهالطريقة. نعم. أنا ما فكرت بهذا الشيء لعمري ثلاثينات. فنحن بدنا نكون منتبهين كبيئة أسرية قديش ساعد أطفالي وساعد أولادي وحتى بيئتي الأسرية أنه كيف على أي أساس يتخذ من قراره. شبهت لهم ياها اليوم بالدورة بالزورق. الزورق فيها أحمال وأثقال كبيرة. أنت بدك تتخذ قرار، عملنا عصب ذهني وحطينا بدائل. نعم. من مبدأ نخفف من وزن هذا القارب لحتى يكون وينجو هذا القارب، يوصل ما يكون في عليه هذا الأحمال إذا كان. نعم. فيه أي خرق يدخل له الماء. فأنا هدول الأثقال اللي أنا عم خفف من أوزانهم بوجودهم ضمن القارب هذا هو عبارة عن قرارات بالنسبة لإلي ممكن أتجاوزها. أنجب طفل تاني؟ لا، ما هي ما أنا عرفان تربي اثنين لجيب ثلاثة. نعم. فأنا
امتى قرار انه في منهم شو بيقولوا لك جيب طفل تتحسن علاقتك بينك وبين زوجتك. انا بمسك راسي بصراحه لانه يعني انتم حاج يعني شايفين الحياه ما انا هي اساسا تمام، لسه بدك تجيب عنصر اخر بتظلمه معك ضمن حياتك. صحيح نعم. طبعا انا اشوف ان العقل والقلب يعني ما اتوقع انه الصراع بينتهي بينهم، لكن بالنهايه لازم يكون في توافق. كل الشكر لك الدكتوره هبه عرنوس، دكتوره في الصحه النفسيه والارشاد النفسي، شكرا على تواجدك معنا، شكرا على المعلومات الجميله. شكرا كثير، شكرا لكم على الاستضافه، يعطيك العافيه.